أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع 13، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذا الأسبوع. بداية، يميز الطالب التاء المربوطة والهاء في اللغة العربية، ويتعرف على كيفية كتابة مقالة عن سلبيات وإيجابيات وسائل الإعلام، ثم يقرأ النص والذي بعنوان في خدمتك ويبين المعاني الجديدة. التاء المربوطة والتاء المفتوحة. التاء المفتوحة هي التي تبقى في النطق على حالتها إذا وقفنا على آخر الكلمة بالسكون ولا تنقلب هاء، وتكتب التاء المفتوحة في المواضع التالية في آخر الفعل إذا كانت التاء أصلية، مثل بات، مات. إذا كانت التاء تاء التأنيث، مثل نامت. إذا كانت التاء تاء الفاعل، مثل دفعت، دفعت. في آخر الأسماء إذا كانت التاء في اسم ثلاثي ساكن الوسط، مثل بيت. إذا كانت علامة جمع المؤنث السالم، مثل مسلمات. إذا كانت في جمع تكسير مفردات ينتهي بتاء مفتوحة، مثل بيت، بيوت. في نهاية الحرف وتكون في أربعة حروف هي ربت، ولات، ولعلت. التاء المربوطة هي التي تلفظ هاء عند الوقوف عليها، والتاء المربوطة لا تكون إلا في الأسماء، بينما تكون التاء المفتوحة في الأسماء والأفعال والحروف كما سبق. ثم عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى العديد من أوراق العمل التي تدعم هذه القاعدة الإملائية، وسوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة فقرة تحوي وتركز على التاء المربوطة والتاء المبسوطة. ثم بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة نص بعنوان في خدمتك. سنقوم بقراءة النص قراءة جهرية معبرة من قبل المعلمة ثم من قبل الطلاب، وبعد ذلك سوف نتعرف الوظائف التي يقوم بها الدفاع المدني، ثم سوف ندون هذه الوظائف على الدفتر، ثم سوف ننتقل إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة التابعة لنص في خدمتك، وتدوين هذه الإجابات في كتاب من الألف إلى الياء. ثم بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بكتابة مقال عن وسائل الإعلام. بداية سوف نتحدث عن مفهوم المقال وخصائص المقال، ثم سوف ننتقل إلى كيفية كتابة مقال، وبعد ذلك سوف ننتقل إلى مفهوم وسائل الإعلام وسلبيات وإيجابيات الإعلام على الفرد والمجتمع. وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف تقوم بالتدرب على كتابة مقال عن وسائل الإعلام. سوف تقوم بالتدرب مرتين، ثم تنتقل بعد ذلك إلى تقييم نهائي عن وسائل الإعلام. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، ولا تنسى عزيزي الطالب معايير القراءة الجهرية التي يجب أن دائما تتبعها عند قراءة نص من نصوص الكتاب أو النصوص الخارجية. أيضا لا تنسى عزيزي الطالب معايير الكتابة الإملائية حتى تستطيع كتابة فقرة من الإملاء دون الوقوع بالأخطاء. وأيضا عزيزي الطالب لا تنسى أن في هذا الأسبوع ستقوم بالتقييم التكويني الأول لكتابة مقال، ثم تقييم تكويني ثاني لأيضا كتابة مقال حول سلبيات وإيجابيات الإنترنت. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.